شرد مني وانا دبت فيا لحني يا ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال ظالم كان عندي غزال كفو محني دي دي بلي كان عندي غزال مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محمود وين محروس وين الياس وين حسين مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محروس وين محمود وين الياس وين حسين ومرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين روشي روشي يلا وخلي الصبوحة شحرورة تغني ويهز البارون مرحب تعين ومرحب تعين وين نهدى بيكي وين وين مسعود وين محمود يا هلا قمورتي الحلوة يعطيك العافية الله يعافيك ويخلي لي اياكي يا قمورة شلوني منيح الحمد لله اشتقتي لي طبعا اشتقت لك لكن ما اشتقت لكش تفضلي يا ميزة هذه هالمقشي هذه هدية مني إلي هي ما هي بي بي إيش المطرحة هيك ها هذه اسمها مقشي مش مثل مقشتنا القديمة انكسر ظهري وأنا عم كنس فيها قديمة؟ لا يا ميزة لا بزعل منك ها لا تحكيش هاي قديمة ليش؟ مثل ما عم قلك هالمقشي هذه هالقديمة غالية علي كثير معقول يعني هذه المقشي غالي عليك؟ طبعا طبعا يا ميزة لانه هالمقشي ورثني اياها المرحوم الوالد الله يرحم ترابه يعني مثل ما لك شايفه هذه نصها ذهب ونصها الثاني ما ذهب مش عم بفهم عليك شي يا بي طبعا هذا لغز تلفزيوني وزنك ذهب كما ما فهمت الشي وك يا ميزة يا حبيبتي نصها ذهب يعني طار راح ذهب ونص الثاني ما ذهب يعني لساته موجود ما طرش بعد لسه رح تشتغل بالبنت تفضلوا الغدا جاهز مرحبا يا ميزة شلونك عساكي مريضة؟ الحمد لله مريضة شو هال؟ يا سلام سلم المجدرة تتكلم أنا روح قلبي المجدرة مع البصر بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لي شو صار معك؟ شو قلت لأخيك خليل؟ خليل؟ وشلون بدي شوفه يعني؟ المنظوم عليت رايته بعد ما صار رئيس الجمعية الفلاحية وأبي يرضاش يقابل مخلوق يخلق إلا بموعد مسبق بس أنت خيو والمفروض ما يكونش بيناتكم مواعيد رسمية هيك المفروض بس خليل أفندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش شايف حد قدامه لخيو ولميو كأني أني حرف ساقط وبيستحي مني الأفندي فشرة عيونه وليش لحتى يستحي فيه أنت فلاح وهو فلاح بقى شو الفرق بيناتكم الفرق أنه هو قوي وغني وكلمته مسموعة وأني فقير وضعيف وحقوقي مبلوعة يعني أرض كل الناس بيعرفوا أنها إلك بقى ليش؟ هلق شو بنا بالماضي يا أمي إذا خلاص اللي راح راح وأبناش نقلب بمواجهة صدقيني يا أمي إذا أني مش زعلان عشان الأرض يلي ما قدرتش حصلها منه أني زعلان ومقهور لأني مش عم بقدر صلح قطعة هالأرض الصغيرة البقياني عنا طول بالك بي كل شي بينحل على القليل مشان صحتك مش بيدي يا أمي إذا مش بيدي الواحد لازم يحسب حساب لأنه الزمن ملوش أمان ملوش امان غدار يعني معروفي يوم بيخليك فوق ويوم بيخليك تحت معروفي ميزة طيب اني عندي رأي هاتي لشوف ليش ما بترهن البيت حتى هص هص لا تجيبيش هسيري على لسانك بتاتا قال ارهن البيت قال عال والله هذا اللي كان ناقصني حتى تقبل معي
خير يا ابو ميادة؟ لا 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 افشي ابدا، اعطيني كاسة مي الله يرضى عليك. روجي روجي. يعني انا مش حارق قلبي الا هالكلم الطويل العريض اللي ما طلع منه ولا 20 صحايه عنب. الله وكيلكم يا جماعه، الله وكيلكم، حق السماد اللي دفعته للدواني ما جبته. يعني ارضي انظم، قسما بالله شجره التفاح يلي كانت تجيب بموسمها 400 كيلو هلق بهذا الموسم ما جابت 20 كيلو. هسه بدنا نظل نحكي بهالقصه؟ امر الله وحصل، الموسم مضروب والكرم معطوب، بس الرزق من عند رب العالمين بعد اسمه مكتوب. والنعمة بالله ما نقولش لا، بس كيف بدنا ندبر امورنا؟ كيف بدنا نوفي ديوننا؟ انا من جهتي نويت بيع ارضي، والا قسما بالله بسفة تراب انا وعيالي. على عيني، بس مين بده يشتري مني؟ يعني في غير خليل؟ قولتك، هذا بتفرقش معه لا اذا انضرب الموسم ولا اذا الارض بارد، المال مكدس فوق قلبه تكديس. وكله من استغلال الناس. طبعا هاي ابو ميادة خيه من امه وبيه ومع ذلك ما وفروش. حتى الارض اللي خلف له اياها بيه سطالوا عليها. الله يسامحه، شو بدنا نعمل معه يعني؟ ذمته واسعة يصطفل منه لربه. هات شاي يا ابو معذب. شو صار مع بيي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص 300,000 ليرة مشان يصلح فيهم الارض. والله يا بنتي بعد ما انضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري، والفلاحين كلهم عم يبيعوا اراضيهم حتى يعيشوا، بقى منين بده يتدين المسكين؟ يعني معقولة افيش حدا بالضيعة معه مصاري؟ في بس قلال. مثل مين يعني؟ مثل ابو دعاس مسار الاراضي وابو سعيد الدكنجي. طيب ما يروح لعندهم يتدين منهم؟ بي حقاني والناس بيحبوه. هذول ناس بخافوش الله وشروطهم قاسية وبيمصوا دم البني ادم مثل العلق، الله لا يشبعهم. يعني ما راحش لعند حدا؟ راح بس ما مشي الحال. طب انا عندي فكرة. شو هي؟ السبيي بحطاش واطي لعمي خليل، مش هيك؟ هيك. طب خليني روح لعنده بلكي بقنعه. بشو بدك تقنعي؟ بلكي بدينا شي 400,000 ليرة، منه نربح بح 100,000 ليرة ومنه منصلح الأرض. إلهي صلحوا رقبته. طب بلكي بحن علينا. شلون بده يحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفلي يا. طيب خليني جرب. والله ما بعرف يا بنتي، والمفروض إنه يقدر زيارتك إله، وخاصة إنك بنت خيه وكان يحبك كثير وإنت صغيرة، بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا. أما إسه وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه، بعرفش إذا كان بيستقبلك. طب خليني حاول، لأني حاسي بوضع بي كثير، وبعرف إنه هو عم بكابر على حاله مشان ما يضايقناش بهمه. بس بخاف يا ميادة إذا إجا بي. وينك يا بنت هاي؟ أهلين بي أهلين. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا ستة. من لا أنت هاي جبت لك هريسة اللوز يلي بحبها قلبي تقبر عظامي قبر. يسلم ودياتك بي، ليش معذب حالك؟ أفيش عذاب، عذابك راحة يا تقبرين هاي، تقبشيني قبش. شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالقهوة عم نطق حنك مع المعترين المعذبون في الأرض. شو؟ ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها. بخصوص شو؟ قالت إنه حابة تروح لبيت عمها خليل وتحكي معه. شو؟ بتروح لبيت عمها خليل؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خليل. شو عوين؟ شو عوين؟ شو الفكرة؟ ميادة عملي لنا إبريق متى؟ يلا أمي يلا. شو الفكرة يعني؟ ليش بتروح لعند عمها خليل؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خليل. قسما بالله. عمي جوا؟ جوا، تفضلي بالبستان تفضلي. اهلا وسهلا.
النجيلات كلهم هذول قطفهم ها؟ ايوه حشهم كلهم. نظف تحت بيوت هالبطيخ كلهم نظفهم. يا غزوان بس تخلصوا خذ البيكاب وجيب السمادات معك ايه؟ مرحبا عمي. اهلين عمي يادا. اهلا وسهلا. اهلين فيك تاخذنيش جيتك ولا موعد؟ ولو عمي اهلا وسهلا. بالحباب والقرابين فيش موعد يا عمي. الله يخليك. يا اهلا وسهلا تفضل يا عمي تفضل. شو بتشرب يا عمي؟ لا عمي بديش اشرب شي كثر خيرك. شو؟ شايفك جاي لحالك وين بيك؟ بيي مشغول شوي وانا حابه اجي لعندك لحالي. قعدي عمي قعدي. خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟ يعني بلا طولة سيري ومختصر الحديث بيي متضايق كثير. كر شو مضايقه؟ الارض اللي عنده كلسية ومالحة وبدأ شغل وتصليح لحتى يرجع يزرعه وتدر عليه. بصراحة بصراحة يعني خايف إذا أهمله ضيع منه مثل ما ضاعت الأولانية. شو قصدك؟ أبقصد الشي بس يعني هلق بلا بسبسي. إذا كان بيك بعثك مشان قص الأرض الأولانية اللي فاكر بعقله الصغير إنه بيه ورث له إياها فهذا الموضوع انتهى من زمان. عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي. مثل ما لك شايفة الأرض هي امتداد لأرضي وبي الله يرحمه ويحسن إليه أعطى كلام شفهي لبيك بخصوص هاي الأرض فقام بيك بعقله الصغير قربط بهالأرض بدي ورجليه وبيك للأمانة ما معوش طابه بهالأرض. وأنا لما قدمت للدولة إثباتات وتحقيقات وشهود ما كانوا سجلوا لي هالأرض باسمي. مزبوط ولا لا لك يا عمي؟ يعني عمي أنت زلمي واصل وبتقدر تعمل يلي بدك إياه والعالم كله بتصدقك. طيب وبي زلمي ميادة أبي سواش تحكي مع عمك بهالطريقة هي أحسن ما أزعل منك. ها الزم حدودك وعرف شو عم تحكي. انت لساتك صغير يا عمي وما بتفهميش بهالمسائل هي ابدا. بس يا عمي بيي واقع بضيقه كبيره وصفيان على الحديد يعني ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملك. بلا عفيفي بلا شريفه اصلا عيب عليه يبعثك لإلك هو قاعد بالبيت مثل النسوان. هو ما بعثنيش انا جيت هيك من حالي. ولك اسا بلا لف ودوران قولي لي شو بدك من هالزياره وريحي لي قلبي. بديش شي يا عمي كثر خيرك. ولك يا عمي قعدي ولك قعدي عليتي لي قلبي قعدي واحكي لي شو بدك وبقي هالبحصه اللي بتمك عاد. ولا عمي ليش هيك عم تحكي معي وكاني عدوتك ولا غريبه عنك؟ عمي ميادة اتركي لي العواطف على جنب واسمعي شو راح اقول لك اسا. عمي انا انسان عملي وراح اعرض عليك عرض لو كان صح لجدي ما كانش مات. شو هو؟ انا من رايي بدل ابوك ما يدين مصاري مشان يصلح عرضه لا ابيعه احسن له وبلال وجعه هالراس وانا مستعد عم اشتريها منه وادفع له حقه كاش وعلى دوز باره. انت بتعرف يا عمي العالم مفلسه هالايام وفيش حدا معه مصاري يشتري من حدا. الناس مات الهوا بالملعقه. يعني وانا لو ما كان بيك خيي والظفر بيطلعش من لحمه لك يا عمي ما كنت اشتريتها منه بصراحه. يعني يعني اذا كان بيي خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح دينه المصريات خليه يصلح فيهم الارض بلكي بتصير مصدر رزقنا لانه نحن ما بنقدرش نستغني عن الارض. لا والله يا عمي ما حذرت منه. اصلا انا اذا نويت انه دينه لبيك فبده يرد لي المبلغ مضاعف وانا بظن يعني انه بيك مش قد هالحمل. يعني يعني بدك تاخذ منه فاير؟ سميه مثل ما بدك بس المضطر يا عمي بده يتساهل صح؟ يعني ما عندكش غير هالحكي؟ لا والله يا عمي فش هذا الموجود. ايه تواخذناش عمي ضيعنا لك وقتك. هاي قلل مياذا بده يشتري الأرض؟ قول بده يلهفها بده يسرقها مثل ما سرق الأولانية مش يشتريها. هذا هو خليل من يوم يومه دقي المي بتبقى معي. أصلا أنا ما كنتش بدي هزيارة تم من عين أصلها. معلش يا أبو مياذا معلش من ورا هزيارة عرفنا كيف يفكر. ماشي الحال ماشي الحال يا خليل. أنا بعرف شلون أتعامل معك من هلا قرايح. أخ أخ شبك يا أبو ميادة في شي؟ لا لا سلامتك ما في شي. قلي شو واقف ناطير أنا ناطير وإلي خاطير. قلي شو واقف ناطير أنا ناطير وإلي خاطير.
خاطري. بدك تطول ولا رح تنام هنيك؟ لا بطولش، برجع على المغربيات. بدكي شاي؟ لا ابدا، سلامتك. الله يسلمك. بي دير بالك على حالك وكل على الطريقة مشان صحتك. لفت لك عروستين، وحدي بلبني ووحدي بزعتر. يسلموا هديات يا حبيبتي، يخلي لي اياكي. يلا سلام عليكي، يلا بخاطرك. الله معك. الله يسلمك. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صباح الخير ام اياده. صباح الخيرات يا هلا. هلا وين يا مهون؟ والله رايح على ضيعه عنكبوتة السرطان. ايوه بعيد عليك كثير. لا مش بعيد ولا شيء، كله ساعتين زمان. برتاح شوي بضيعه هذه، شو اسمها هذه، خراده البقر. بعدين بكمل مشواري. وشو بدك تسوي بعنكبوتة السلطان؟ بدي زور مختار عنكبوتة السلطان، صيح بكثير، صار لي زمان ما شفتوش. على العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا طريف؟ شلون خيي؟ ابن أمي وبيي؟ الحمد لله عمي أبو ميادة، داعي لك بالخير. داعي لي بالخير. لساتك هاضمه وعم تشتغل عنده؟ طبعا عمي ابو مياده، ليش انا الي غيره؟ لا ملوش غيره قال. يعني الله يهنيك فيه يا عمي اخي خلال. خلال كاني شايفك مشقلك اليوم، شو يعني حليت مشكلتك؟ الحمد لله رب العالمين، فرجها وزاد بعدي اسمه، بعدي اسمه الرب، بيقطعها من قرني بيوصلها من قرني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا ها رايح عمي ابو مياده؟ راح لعند صاحبه مختار العنكبوت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اها، وشو راح يساوي عم مختار العنكبوتة؟ بعرفش يا سيدي، بس شفت لك يا مبسوط كثير وقاعد لك على حماره وبايده شنطه صغيره وعم بيقول لاهل الضيعه انه رب العالمين فرجها عليه. يعني قبلك راح استقرض مصاري منه؟ علمي علمك يا سيدي. بقلي لك بعض؟ لا بديش بيض، بزبط لي نفس الأرقيلة. حاضر. شو رأيك بها المسجلة يا مييزة؟ هي بهيبة كثير، بتجنن، بتاخذ العقل. إلا مهيوبي، هذه هدية مني إليك حتى تسمعي فيها مييزة الحناوي وديانة حداد ونجوى كرم ورويد عطية. رويد عطية بعد هذه سوبر سوبر ستار. اسلموا إيديك بيي، اسلموا إيديك. بس ليش معذب حالك؟ أكيد هي غالي كثير. لا أفيش شي بيغلى عليك يا بنتي، ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي. وهي الله بعدي اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد، يعني تراب الأرض صار مثل الحنة، وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا، وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد. ربي الله يجزين كيف بختار العنكبوتة، شو إنه زلمي أكابر وقلبه من الله. لكن يا أمي إذا لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت. سبحان الله يا ميزة، يعني أحياناً القريب بيقرصك بس إنه يفتو، والغريب بيداويك بعطفه ورحمته. سبحان الله بقلوب البشر. ليك مين جانا يا أم ميزة؟ ولشو جاي هذا لعنا يخرب بيته مثل البو؟ أكيد جاي يشمشين. على العافية عمي أبو ميادة. هلا طريف، إيش لهناك؟ الحمد لله داعي لك بالخير. خير إن شاء الله. شايفك عم تجدد عفش بيتك إذا ماني غلطان. أي والله عم نجدده، ربك كريم، الحمد لله على نعمه، ربك فرجها وزاد. تفضل اعملي له عصير يا أم ميادة.
لا 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 شكرا كثير عمي ابو مياده، مستعجل شوي بس يعني كنت مارق من هون، قلت ما حلو يمر وما سلمش علي. إيه لكن انت ابن اصل يا طريف. شكرا كثير عمي ابو مياده، على العافيه ان شاء الله. الله معك وقلبي داعي لك. قال بده يسلم علي، قال سلم على اخي خليل بايك. واصل. الله لا يسلم فيه ولا عظمه هو ومعلمه. تفضل تفضل اشرب الشاي يا شباب. تعي يا ميزة تعي نجرب المسجلي. وين الكتالوج؟ تعي عيني حدك. وين العرباي؟ هذا ما بعرفش انوي لغه هذه. شو هذه؟ وين العرباي؟ وينه؟ هذه العربي هذه. نظام التشغيل، ضع القابس غير المتوفر مع الآلي بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت، ثم اضغط اضغط المقبس. شو هذا، عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شيء؟ هذا عربي أكيد. عربي؟ آه. طيب شو هذا القابيس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ كمان بعرفوش. أصبح خشن البياع، أفيش كلام، لازم نرجعها هذه الآلي. مثل ما عم قلك يا سيدي، عم يجدد بيته كله وجاي فرش جديد ومسجلي وكراسي وضحك وتم وشبر. قر من جت المصاري؟ ولك امبارح كان اندبوري، ولك اندبوري ما معه متليكة بيضة صلح فيها أرضه وحالته بالويل. معقول؟ من جت المصاري عم بعزق فيها منين؟ والله يا سيدي شغلة غريبة مش عارف. قسما بالله فرحت لك من جوات قلبي يا ابو ميادة، وان شاء الله ألف ألف مبروك، انت بتستاهل وقلبك أبيض. الله يبارك فيك يا ابو فياض، قسما بالله تراب الأرض صار مثل الحنة بعد ما استصلحناها. ايه الله يبعث لنا اولادين الحلال اللي احنا الثانيين ينشلنا من الهم اللي احنا فيه. ربك كريم يا ابو متعب، ربك كريم. أتقطعش أملك من رحمة ربك؟ أنت وأراضيك انخصبي، بس نقصكن شوية مطر. بالمناسبة بكرة أنتوا معزومين عندي على الغذاء بمناسبة تجديد البيت واستصلاح الأرض. قدها وقدود يا أبو ميادة، إن شاء الله تظل ديارك عامرة. إن شاء الله. الله يعزك ويخليك. يا معزة هات طقم شاي ثاني. المهلي المهلي هسه نطول غدا يا ابو مياده، جعنا يا اخي. يلا يلا جاي جاي، خس جوع يا شباب. يا الله. تفضلوا صحه وهنا. شو هاد منسف؟ ولك ليش هيك عامل يا ابو مياده؟ شو عملت يعني؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منسف كنا جوعنا حالنا يومين ثلاثة. طب ايش هكثير يا ابو مياده، ما كانش في ضروره، نحن ملناش غربه. كثير مثقلها يا ابو مياده كثير. لك مدوا ايديكم هلق وكلوا هوا العن على القصه. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا مياده هاتي مي. يلا يلا شاي شاي يا ميت. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. يسلموا هديه يا مياده، كلوا صحه وعوافي ان شاء الله. خير يا ابو مياده؟ شبه حاسس شيء مثل سيخ النار بصدري. مياده 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 مياده. خير خير يا ابراهيم، سلامه قلبك. الله يسلمك. خذوه سطحوه على الديوان. دخيل لك يا ابو خليج. نطلع لديك شوي شوي ابو خليج. دخيلك بسرعه. تعال معي يا ابو فرحان. تعال يقر. شو الحكي؟ قلت لي عامل عزيم عنده بالبيت لك. اي والله يا سيدي، ثق لي اللي حام ابو مسعود. وان شاء الله عمك ابو مسعود معزوم عنده كمان. لا يا سيدي مش معزوم ابو مسعود، بس ابو مياده اشترى خروف المنسف من عند اللي حام ابو مسعود. خروف ومنسف لكان؟ اي والله يا سيدي. بدي اعرف هالرجال منين بجيب مصاري وبعزقها، منين منين بجيب؟ بعرفش. عليك العافيه يا ابو مياده. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شر يا ابو مياده. الله يسلمك. عليك العافيه. كيف شايفني؟ اطمنوا اطمنوا ان شاء الله خير. يعني بين شو في معه ولا بعد؟ الحقيقه قلبه تعبان شوي وبده مداراه. يا دلي، يعني بده عمليه؟ لا يعني لليمت لحالاته ما بتنفعه العمليه. ان شاء الله ان شاء الله على الحبوب والادويه بيمشي الحال. دكتور
أني باكل دسم كثير وبحب الهبر، إلو هالشي علاقة بوضعي يا ترى؟ لا لا ولا يهمك أبو ميادة، ما له علاقة. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن إذنكم. كثر خيرك، يعطيك العافية دكتور. صحة وهنا إن شاء الله. عقلبك يا أم ميادة. تريد شيء ثاني؟ أم ميادة بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي، اسا بروح لعنده. خير، شو بدك منه؟ بدي احكي معه كم كلمة قبل ما ودع هالدنيا يا أم ميادة. هي سلامة قلبك يا بيي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا اياك فوق راسنا. واك يا بنتي شو طول وشو قصير؟ خلاص يا ميادة، الرحلة انتهت، دوري بهالحياة انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني بدي عيش للأبد؟ للأبد ولك بنتي، لا يدوم إلا وجهه الحي القيوم. إسا قيمنا من هالحكي وقلي شو أعمل لك اليوم؟ شوربة رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ها وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو ميادة. قل لي شو اخباره؟ ان شاء الله حالته تحسن. لا والله يا ابو متعب، وبيني وبينك المرض بطان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا عمي، تفضل تفضل. زيد فضلك يا عمي. سلامة قلبك يا ابراهيم، ما على قلبك شر يا خي، الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وأنا أدرى من العالم؟ ميادة تركينا شوي حبيبتي. حاضر بي. اسمع يا خليل، أيامي صارت معدودة وقلب المؤمن دليله، وباعتبارك خيي بريد منك تلبي لي هالطلب. ولو يا خي إبراهيم، تكرم عيونك، انت خيي الكبير وطلباتك أوامر، تكرم من عيني هاي قبل هاي. وبترجاك تخلي هالكلام سر بيناتنا يا خليل. ايه تكرم عيونك خيي، سرك كبير إن شاء الله. أنا كان عندي صيغة ومجوهرات وشوي الذهب من وقت ما تجوزت، وهذول غاليين علي كثير يا خليل، وكنت مخبيهن وما حدا بهالدنيا بيعرف قصتهن. مفهوم مفهوم. وقديش يعني بتطلع قيمتهن؟ 900,000 ليرة. ولما ضاقت علي الدنيا وتسكرت البوابة وشي، حطيتهن بصندوق ورحت لعند مختار عنكبوتة السلطان وودعتهم عنده، وعطاني 400,000 ليرة دين شخصي. الزلمي الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير، وضل الصندوق عنده رهن لحين سداد هالمبلغ. قلت له يا مختار إذا صار ما صار راح بعت لك المصاري مع أخي خليل. بقى أعطيه الصندوق بمجرد ما يعطيك المصاري. تفضل. وهي مفتاح الصندوق، ترجاك يا خليل، بترجاك تدفع له 400,000، وأني مسامحك ببقية المبلغ تبع الصيغة، وبيحق لك تتصرف فيه حلال زلال لقاء هالخدمة هذه. تكرم عيونك خيبو ميادة، تكرم عيونك. خلص طلبك مجاب إن شاء الله. كثر خيرك يا خليل، وهلق بقدر بقدر موت واني مرتاح.
وهذه دشيش. يا اهل الديري يا اهل الضيعه، رحموا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو مياده. يا اهل الديري يا اهل الضيعه، رحموا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو مياده. مساء الخير عمي. مساء النور. المختار موجود؟ اي موجود، تفضل. كثر خيرك. امين يا ارحم الراحمين. رحمة الله عليه وجعل مأواه الجنة. تعيش يا مختار. والله يرحم امواتك وامواتنا. وكثر الله خيرك اللي دينت خي ابراهيم وفكيت كربته. قديش كانوا الدينات يا مختار؟ 400,000 ليرة. على راسي يا مختار. وهي ال 400,000 ليرة وعدون. بسم الله. وهلق يا مختار، يعني لو منكلف خاطرك الصندوق حسب وصية المرحوم. اي تكرم، على عيني وراسي. الحق ما فيهوش مني، هيك كان الاتفاق. تسلم يا مختار. تفضل يا سيدي. يسلم يا مختار. وهي الورقة راح امضيها قدامه واعترف لك فيها بانه ارض اخوك بريء الذمة نهائيا. انه ارض يا مختار؟ الارض تبع المرحوم خيك. شبهها؟ ولو كانت مرهونة عندي. الارض مرهونة؟ طبعا، على انه اساس دينته 400,000 ليرة لكان الارض هي الضمانة. يعني المرحوم رهن ارضه مقابل هال 400,000 ليرة؟ شو مفكر لكان؟ وانت اسا فكيت رهنها، وهي توقيعي بفكر رهن. بكره رح ابعت هالورقه لعياله حتى يفرحوا. قل لي يا مختار، تعرف شو في بهالصندوق؟ لا والله، علمي علمك، هذا اماني عندي. هو قال لي اذا اجا خيي خليل اعطيه. وزنات حديد؟ أخي العزيز خليل، سددت لي ديني وفكيت لي رهن الأرض، جزاك الله كل خير يا خيي. وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف لي إياها الوالد، ويلي جنابك لطشت مني زورا وبهتانا. إيه الله يسامحك ويسامحني. بس قلك رح تطمن روحي بانه مراتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالارض باذن الله. اخوك المرحوم ابراهيم زين الدين ابو مياده. في شي خليل بايك؟ لا تخلص، شو بكون شو صدقوا؟ لا تخلص، لا تخلص، لا تخلص، لا تخلص.
بعد هيك لشوف. ما عندي بقى تلعبي بسكريت بالاوضه، يلا اقعدوا كلكم. خليني اطلع العب فيها تحت. والله ما حذرتي، ما عندي بنات تنزل تلعب تحت بالشارع. يلا العب لكم. لك فوتوا العبوا باوضتكم، هي عندكم اتاري وما حدا قدكم. يلا يلا بالخلدي اضربي انت وياها. شو هذا يا رب؟ خلاص انت الثاني سكوت. الو اهلين عماد، انا بجنن بطير ضمانات العقل ولك بلس خلاص. نعم بنحسد حسد قاتولي. أمر لا لسه ما طبخت. ايه تكرم عينك، هلا فوت بطبخ على راسي. لك خلاص لا مالي سهرات، لك مالي نسيان سهرة اليوم، هلك خلاص. طيب الله معك، مع السلامة. ولك شو اعمل ولك خلاص، لك هتجننوني يا ربي. مع السلامة انت ماما. يلا حبيبي يلا، هلا بهدي الرز وبنيمة. تقبرني عيونك ما عم تتفتح؟ لا تزعل لا تزعل ولا تنقهر ولا على بالك. يلا حبيبي. لك شو هاد؟ شو كسرتوا؟ كسرتوا الفازة؟ والله لكسر راسكم والله. وينكم متخبيين؟ طالع شوف. طيب لا شوف اخر التخباية معكم، انا بفرجيكم. يلا ماما يلا حبيبي جاي جاي. يا ربي يا ربي. خلص حبيبي خلص 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 ماما خلص خلص يا عمري خلص خلص حبيبي خلص. يلا يلا مرحبا ريما. وطي صوتك هلا بفيق الولد. حاضر. ليشك شعرك منفوش مثل الشيبه؟ هذا ابنك ما بينام حتى يلعب لي بشعرات مفترهم خصل خصل. الله وكيلك هلكني حتى نام. والاولاد وينهم؟ وينهم؟ متخبيين. ليش؟ بالظاهر عزبوك اليوم؟ لا يو شو عزبوني؟ قال عزبوني قال. الله وكيلك قاعدين مثل الاوادم، لا من تمون ولا من كمون. كأنه الاكل مو خالص مو هيك؟ صحيح. وليش هيك مبردي قلبك؟ صارت الساعة 2:30. والله ما كنت عم بلعب ولا عم بعمل زيارات ولا صبحيات، بس ولادك بيربطوا الايدين. الله وكيلك ورجوني نجوم الظهر منين بتطلع. هلا كل كلمة بتقلي لي الاولاد الاولاد، ايه حفظناها الموجع. شو هاد يا بس بس ماما بس ساعد افلام كرتون. لك وين رايحة انت؟ فيها تاي كملي اكلكم. لك شادية فادية. الحمد لله. قال متى ما تعبت الخواصر ارتخت المفاصل. فايت نملي شي ساعة زمان بركي بصحصح حتى اسهر منيح. يا بوش وانتي شو رح تعملي؟ شو بدي اعمل يعني؟ دوبني لملم الطاولة واجلي الجلي وامسح المطبخ وافرك الغاز واركض بالصغير. بس اهم شي انك تضبي لي حالك مشان سهرة اليوم، ما بدنا نتأخر عن الجماعة مثل كل مرة. شو؟ لسه ما خلصتوا سندويشاتكم؟ بسرعة يا حبيبي. شو لسه ما لبستي انتي التانية؟ يلا يلا رح ألبس. ايه رح نتأخر على السهرة. ما بدي أمن على عشا الأولاد بالأول. يلا ماما عجلوا عجلوا خلصيني. لك هلأ وقتك انتي التانية؟ شبكي ضايشة ومايشة؟ طلعي منيح. الله يرضى عليك يا لما، لمي الإزاز أحسن ما يفوتوا برجلي هون. حاضر تأمر انت. على رأسي. مسيك مسيك الولد على بين ما لمون. لا لا حطيه بتخته. يعني بدك يعني احمله وانا مطقم ليكو التانية ليكو. يلا يا عماد انا جاهزة. تسلم لي عينك يا رنا. الولاد تعشوا وناموا وعامر اكل وشبعان ونطفان. اذا فاء شربين من البيبرون اللي على الكومودينا. انا غليت المي، انت بس حطي 7 مكاييل حليب. ايه تكرم عينك واذا شادي او فادي فاء وخلينا نشرب مي ويرجع يكملوا نومته. يلا خلصينا هلا. وانت اذا داخل ايه التلفزيون قدامك قلبي بس طلعت على كيفك. ايه أوكي. لك يلا خلصيني. يلا نحن ما رح نتاخر. ايه حبيبتي روحي وسطو السهره. الله معك تسلمي لي. يلا يبعث لي حماس يقفل انيت الغاز لحظه. ما
بعتقد انه كلامك دقيق لهالدرجه، لانه حسب معلوماتي انه اعلى ناطحه سحاب هي سيرز بشيكاغو مو الامباير ستيت بنيويورك، مو هيك سعيد؟ فعلا انا وفاديا زرناها الصيفيه الماضيه لما كنا بامريكا. بدون مبالغه بدون مبالغه بيجي ارتفاع حوالي 443 متر، وعلى هوا ما شرحوا لنا هنيك انه خلصوا عماره بسنه ال 74، مو هيك سعيد؟ مزبوط تماما. معلومكم بالرحل السياحيه دائما في دليل سياحي بيرافق الجروب وين ما راح وين ما اجى، وبيعطيه معلومات مفصله عن كل مبنى تاريخي او تمثال او حجر اثري. بصراحه انا طول عمري كنت مفكر مركز التجاره الدوليه بنيويورك هو ناطحه السحاب الاولى بالعالم. معك حق، نحن هيك كنا مفكرين قبل ما نسافر. بس يا جماعه الحكي مو مثل الشوف ابدا. يعني الواحد هو راكب الاسانسير تبع ناطحه السحاب بتشوش ودنه بصيروا بينفتحوا وبيتسكروا وكانك راكب طياره بفرد شكل. بس بالنهايه انا شخصيا ما بفضل الابنيه العاليه، وبحس انه من سابع المستحيلات اني اقدر اعيش بناطحه سحاب او حتى بالطابق الثالث او الرابع بشي بنايه من البنايات. منشان هيك كان اول شرط لي لما تجوزنا انا وسعيد انه يبني لي فيلا طابق واحد بس، هيك مشان احس حالي على صله على طول بالارض بالطبيعه بالخضار بالحياه. مخزيه فعلا انت، مخزيه ومخجله كمان. استحت امي يلي قدها القد وعمرها العمر انه تقعد بين الناس والعالم وتكبي. لا وين قدام رفقاتي يلي كلهم رجال اعمال ومدراء شركات. مرحبا رنا، عزبوكي الاولاد؟ لا لسه نايمه ولا يهمك، بدك شيء؟ لا تاخرت. سلامتك. إيه مين متجوز انا؟ ختيانه سبعينيه ولا عجوز كركوبه؟ سوتي وشي يا لما، فعلا سوتي وشي وخلتيني اقلب قد الكمشه. انت شفتي الست فاديه؟ شفتي قعدتها وحديثها ومنطقها يلي بيسبحوا يلي خلقون؟ وهي مثلك مثلها؟ ابدا. عندها ثلاث اولاد وبيت ورجال ومسؤوليات كمان. بقى ليش ما بتتعلمي منها وبتكوني مثلها؟ لك فهميني شو يعني هي بشر وانت مو بشر يا لما؟ قبل ما تحكي عن الست فاديه وحديث الست فاديه ومنطق الست فاديه، شوف سعيد جوزها للست فاديه كيف عم يدلل ويرهف ويقول لها ميلي وما استندك انا. وقبل ما ينشلم عقلك بقعدة الست فاديه وفظاعة الست فاديه وأناقة الست فاديه، اتعلم شوي من سعيد جوزها للست فاديه يلي حاطط لها ثلاث سرلانكيات عم يفعوا بين ايديها ومعيشة فيلا مثل القصر ومدورة العالم بأسره، مو مثلي انا يلي تارك لي الشقة على مين بقى وانا عم ضوج مع هالولاد طول النهار والطبخ والنفخ والبيت والحيط والواع والويع. لا واخر طب الكيل هم السهرات يلي لازم يكون فيها ست صالون مثل الست فاديه. بقى وين صارت هي؟ ولك بانه شرع وبانه منطق؟ ولحتى ترتاح روح اسال لي اياها للست فاديه كيف هيك قدرانه تكون مره ظريفه وام مثاليه وست صالون بنفس الوقت. بتعرف شو رح تجاوبك؟ رح تقلك يا استاذ عماد انه الرجال مرايه القلب، واذا هي قدرانه تكون سيده عصره واوانه فهذا بفضل سعيد جوزها يلي موفر لها اسباب الراحه. وين وين لحتى توصل لهالمواصيل هي؟ انا بتحدى اي زوجه بمحلي عم تفعي هالفعي كله من الفجر للنجر انه تقدر تحكي كلمتين على بعضهم باخر النهار. مشان هيك اعمل حسابك من هلا، انا مالي رايحه معك على سهره بكره. خلي السهرات لاصحابها حبيبي مو الي انا. عاشق بقى. صباح الخير. صباح الخير. شو عم تعملي؟ شو شايفني عم بعمل يعني؟ طيب قبل ما انسى، ها اليوم لازم نروح على السهره عند فايز ومرته. سبق وحكينا بهالموضوع وقلت لك مالي رايحه. لون مالك رايحه؟ ما بصير ما تروحي يا عيني، هي سهره عائليه مو حلوه روح لحالي. معناتها لا تروح انت الثاني. ما بصير ما روح، هالسهرات هي لها علاقه بالشغل. وانا مالي مستعده اروح اسهر معك وانا مهدود حيلي من الخدامه والركض بالبيت. طيب ماشي الحال انا بساعدك. شو بدك؟ ليش المساله بهالبساطه هاي؟ ايه بهالبساطه، واذا بتريدي رح ورجيك شلون. خلص اذا هيك احمل لك. كان شو بدك؟ شو 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 رح تعملي انت؟ ليش؟ خلص خذ اجازه اليوم من شغلك وقعد بالبيت. ايه وانت؟ انا دوبني وضب حالي من هلا، لازم الوحده قبل ما تروح على السهره تكون بكامل اناقتها، وهذا معناته لازم يكونوا شعراتها مساويين واظافيرها مقصوصين ومبرودين وبشره وشها مرتاحه ونفسيتها متالقه.
ايه والمعنى؟ المعنى اني رح اروح ساوي مانيكور وبيديكور، وبعدين رح اعمل مساج لوشي، وبعدين لازم انطر لي عند الكوافير شي ساعه ساعتين لبين ما يجي دوري، ومن هون لاخر النهار اطمن بكون خلصت ورجعت على البيت مشان البس واتانق وروح على السهره معك حبيبي. نام الله يرضى عليك، نام يا روحي، نام يا عمري، نام يا حياتي. يلا نام يلا نام، لا تذبح لك طير الحمام، يلا نام، نام بابا نام. ورسموا لونه على بين ما حط لكم الغداء، وكني انت وياها كني يا حملك الجني. بابا بابا فعامل سمعانه، كني انت وياها كنو. كن انت تاني كن، والله طاش عجري شباب. الو لما وينك انت؟ لسه ما خلصتي؟ ما خلصتي مساج لوشي؟ ايه لا الاولاد مناح، لا هلا رح اغديهم، بس وينك مشان الله لا تتاخري. لك لا مو من شان شيء، بس يعني الاولاد اشتاقوا لك. ايه ماشي الحال، الله معك. شو ها؟ شو عم انت وياها؟ لك معطوا الدنيا بالتلوين، ليش هيك؟ وين بدكم تهربوا مني؟ انا بفرجيكم. اي بابا اي ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال، يلا 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 جيت انا جيت 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 جعت انت جعت؟ يا طيب طيب يلا 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 ها. شو هاد؟ شو عملتي انت وياها؟ انا ما دخلني، هي وعم تجيب الالوان كسرتها، حتضربها بابا شي؟ يلا لشوف، افتحي تمك انت، هلا اجى دورك. برافو عليك، صحة وهنا، افتح تمك انت الثاني، هلا اجى دورك، افتح. تعي بابا، خذي المعلقة ما رح طولك، كلية، اجى دورك، خذي امسكي، كلية كلية من ايدي. ايوه برافو عليكي خي، يلا قربي. شو صار لنا؟ صحة وهنا، افتحي تمك، اجا دورك. شادية؟ نعم فادية؟
ممكن بابا توطوا صوت التلفزيون شوي لأنه أخوكم نايم؟ هذا بخافي فيه لأنه، وكمان أنا فايت أتسطح لي شوي، لا تضوجوا بتفيقونا. ها كنوا ماشي الحال. تعال احطك على كرسيك حتى تاخذ راحتك. تعال بابا تعال. يا بطل انت، يا بطل يا كربوش. عود لشوف، عود هون. يا الله. اشوف شوف 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 بابا 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 يا عيني. سندويشات العصرونيه. شو هي سندويشات العصرونيه كمان؟ مو هلا تغديتوا؟ بابا بس انا جعت. وانا كمان. ايه ما عاش الجوع يا بابا. تكرم عيونكم. هلا بساوي لكم سندويشات العصرونية. بابا احكي لنا حكاية. ايه بابا احكي لنا حكاية سعد مكان. خلص بابا هلا عم تتفرجوا على التلفزيون مو وقتها. خليك بابا هلا بدنا حكاية. لك معلش بابا مو هلا. الله بابا. مو اليوم مو اليوم معلش. الله بابا. يرضى عليكم موسم. لك خلاص. الله يوفقك. لك بس بابا بس خلاص. طيب انت ماما كل يوم بتحكي لنا حكاية. لا خلص انت وياها بقى. كنوا العمى. لا كنوا. انا برأيي انه اهمية برج ايفل مو لانه اعلى برج بالعالم، بس لانه صار رمز حقيقي لمدينة باريس. ليش في اعلى من برج ايفل؟ طبعا برج كندا يلي موجود بميدان المترو بمدينة تورنتو واسمه سي ان تاور. هذا البرج فاتتني شوفته لما كنت هنيك. ييه معناتها راح عليك كتير، لأنه برج كندا بيجي ارتفاعه حوالي 555 متر وكلف 44 مليون دولار حتى انبنى. سعيد لازم نعمل همة ونسافر خصوصي لحتى نشوفه على الطبيعة. شو علي حبيبتي؟ منسافر. ليش حتى ما نسافر؟ منسافر وأكيد راح تدعولي. على هالحالة بتعرفوا شو راح اقترح؟ تفضل إنه نسافر كلياتنا مشان نشوف برج كندا، لانه شايف لكم درنا العالم ولساتنا قاعدين هون بارضنا. شي شيكاغو، شي نيويورك، شي باريس، شي كندا، بقى نحن بالمعيه يا سيد سعيد، وانت الشهاده لله بيتها وزيتها. ها على ذكر الزيت راح اطعميكم بالاول، بعدين انت تحفنا بافكارك الفزه.